قصر المعاشيق في عدن مقر الحكومة اليمنية الشرعية المدعومة سعوديا عرضة للاقتحام مجددا. في الشكل قاد الاقتحام متظاهرون احتجاجا على تردي الأوضاع، لكن المحتجين حملوا شعارات المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات، كما أن الحراسة الموالية للمجلس المذكور لم تعترض عملية الاقتحام. فلمن توجه هذه الرسائل؟ وما هو مصير اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي؟ هذه العناوين وغيرها نناقشها مع ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي عادل المثني، يأتينا مباشرة من اسطنبول. أستاذ عادل، صباح الخير. بداية، ما حقيقة ما حصل أمس في قصر المعاشيق في عدن؟ هو في الحقيقة يعكس حجم التوتر الهائل في أوساط الميليشيات في الساحل الجنوبية ومن وراهم الإمارات، جرى أيضا التحول الكبير في مسار المعارك والذي أعاد وهج الشرعية إلى الصدارة ونفخ أيضا الروح في الشارع اليمني المتفاعل مع الانتصارات الكبيرة في مأرب وتعز، وبالتالي تحركت أيضا نتيجة لهذه التداعيات الكبيرة والانتصارات الهائلة في الميدان، تحرك المجتمع الدولي وبدأ أيضا يطرح مبادرات ويتصل ويتواصل مع الشرعية بشكل يعني مكثف، بما أثار أيضا حفيظة الانتقالي ومن وراهم الإمارات. بمعنى آخر، الميليشيات كلها اليوم سواء في الساحل الغربي أو في الساحل الجنوبية تراقب بقلق كبير يعني مسار الانهزام الكبير للحركة الحوثية في الشمال، وبالتالي هي تبني مشاريعها الانفصالية بناء أيضا على الوجود الحوثي في الشمال، وهذا ما أعلن عنه يعني عيد الروس وقال بصراحة نحن سنطبع أيضا مع الحوثي إذا انتصر في مأرب. لكن يبدو أن مأرب يعني قلبت الطاولة على رأسها وبدأت هناك يعني تداعيات كبيرة جدا نتيجة لصمود مأرب في تعز وفي حقة، ومن ثم أيضا تداعيات هائلة أيضا على المستوى الشعبي، هناك تعاطي كبير مع هذه الانتصارات. وأيضا الشرعية اليمنية، عاد الجميع يتحدث اليوم عن الشرعية اليمنية، وهذا بحقيقة الأمر أثار الإمارات فدفعت بالانتقالي ليفجر أيضا موقف يعني في المعاشيق وفي بهدف طرد الحكومة من عدن وخلط الأوراق في الساحة المحررة، ومنع أيضا الحكومة من تلقف هذه الانتصارات والتعاطي أيضا مع المجتمع الدولي، جرى أيضا ما حصل في الشمال من انتصارات. نعم. طيب أستاذ عادل، إذا انطلقنا من كلامك ومن شواهد معينة، ومنها أن المحتجين رفعوا شعارات موالية للمجلس الانتقالي، وأن حرس المجلس المذكور في محيط القصر لم يعترض عملية الاقتحام، إذا برأيكم هي رسالة من إلى من؟ أولا، عدن أمنيا وعسكريا تخضع بشكل تام للمجلس الانتقالي التابع من الإمارات، والأمر الآخر هو أن هذه الحكومة محاصرة في قصر المعاشيق، وكان المفترض من دول التحالف أن تنفذ الشق العسكري والأمني بما يتيح للحكومة أيضا يعني تنفيذ برامجها على الأرض، لكن هذا لم يحصل. المعارك قلنا في الشمال أثارت حفيظة الانتقالي والإمارات فدفعت للتصعيد وأخرجت أيضا الانتقالي بشكل مدني ليهاجم أيضا قصر المعاشيق دون أن يكون هناك أي مواجهات أو دفاع أو حماية لقصر المعاشيق، والكل يدرك أن الحكومة موجودة في قصر المعاشيق. فتحت الأبواب للمتظاهرين واقتحموا القصر وهاجموا أيضا كل غرف الوزراء في قصر المعاشيق، وهذا انقلاب في الحقيقة على اتفاق الرياض وعلى أيضا جهود التحالف الرامية أيضا إلى تنفيذ الشق العسكري. وأنا أتصور بأن هذه رسالة من الإمارات ومن الانتقالي برفض الحكومة وأيضا رفض اتفاق الرياض ومن ثم التصعيد، ولا وأتوقع أيضا بأنه قد يفجر أيضا الحرب مجددا في أبيان أو في عدن أو في أي مكان آخر. وبالتالي هي رسالة للسعودية؟
نعم بلا شك المملكة العربية السعودية هي المعنية في الحقيقة بتنفيذ شق الرياض أولا، هي التي تدعم اليوم الشرعية اليمنية، وهي التي تواجه مخاض هذا التحدي الكبير في الساحة الشمالية، بمعنى أن الحوثي يوقع عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة اليوم ويقصف العمق السعودي، وهذه هي رسالة من إيران. وهذا التصعيد الكبير يأتي في سياق ترتيب أمريكي إيراني واجتياح أيضا مأرب كان أيضا في هذا السياق. المستهدف الأول هي المملكة العربية السعودية، ولهذا غيرت المملكة العربية السعودية استراتيجيتها فيما يتعلق أيضا بدعم الشرعية، ورأينا هذا من خلال أيضا هذه الإنجازات الكبيرة والانتصارات الهائلة في تعز ومأرب، وبالتالي أثار هذا حفيظة الإمارات فدفعت أيضا لتفجير الموقف في الشمال في خطوة أيضا لتشتيت وهذه الانتصارات، ومن ثم أيضا نقل رسائل للمملكة العربية السعودية عبر الانتقالي وإثارة هذا اللغط الكبير فيما يتعلق أيضا بإثارة هذه المشاكل في وجه الحكومة التي تحقق انتصارات كبيرة جدا فيما يتعلق أيضا بإنهاء الانقلاب في الشمال. نعم، طيب أستاذ عادل، بما أننا نتحدث عن الرسائل، فخلال عملية الاقتحام تم نقل رئيس الحكومة معين عبد الملك من قصر المعاشيق إلى مقر القوات السعودية، هل هذه رسالة من السعودية إلى من يهمه الأمر ومفادها بأن الحكومة بحمى الرياض؟ هو هذا هو ما المفترض أن يكون. الحكومة عادت أيضا بتعهدات من الرياض، وعادت أيضا تحت حماية الرياض، والرياض هي المعنية أيضا بحماية الحكومة واتفاق الرياض وتنفيذ أيضا الشق العسكري، وهذا ما تفهمه الإمارات ويفهمه الانتقال جيدا. ولهذا أنا أتصور بأن هذا الاقتحام فشل ولم يستطع أن يمضي إلى الأمام، لأنه يدرك أن وراء الحكومة المملكة العربية السعودية، وبالتالي أنا أتصور بأن الموقف اليوم مع يعني بين المملكة العربية السعودية والإمارات التي دفعت بهذه الخطوة التصعيدية، وأنا أتصور بأن المملكة العربية السعودية ستحاسب الإمارات خاصة في إثارة هذه المشكلة في هذا التوقيت المهم الذي تحقق فيه الشرعية اليمنية انتصارات كبيرة في مأرب وتعز، وبالتالي ليس من مصلحة المملكة العربية السعودية ولا الشرعية إثارة هذه المشاكل في هذا التوقيت الحرج التي بدأت يعني الشرعية تتنفس الصعدة وتحقق انتصارا كبيرا وتفرض أوراقها على الداخل وعلى المجتمع الدولي من خلال التعاطي الأمريكي والأممي أيضا مع هذه الانتصارات. فليس من مصلحة المملكة العربية السعودية أن تسكت عن هذه الفوضى في المناطق المحرر، لأنه في الحقيقة إدانة، وهذا ما تريده ما يريده الانتقالي ومن وراء الإمارات هو إدانة لجهود المملكة العربية السعودية ولاتفاق الرياض وانقلاب في الحقيقة على كل ما يعني سعت إليه المملكة العربية السعودية من تطبيع الأوضاع ولملمة الفوضى في الساحة المحررة من خلال أيضا اتفاق الرياض. وبالتالي أنا أتصور بهذه الخطوة التصعيدية الأخيرة أرادت المملكة الإمارات هو الانقلاب على كل هذه الترتيبات التي دفعت بها المملكة العربية السعودية تحديدا اتفاق الرياض، وفضلا عن أعاقت تنفيذ الشق العسكري، فاليوم أيضا تريد تفجير الموقف بالكامل ودفع الانتقالي بهذه الخطوة التصعيدية الأخيرة. أنا أتصور بأن له ما بعده، وبالتالي المملكة العربية السعودية مطالبة بحسم هذا الأمر، وهذا ما صدر أيضا عبر أيضا التصريحات من المملكة العربية السعودية التي أدانت يعني هذه الخطوة التصعيدية بأشد العبارات، وأنا أتصور بأن لها ما بعدها. نعم، طيب قبل الانتقال إلى الملف العسكري والميداني، السعودية دعت طرفي اتفاق الرياض إلى اجتماع عاجل فيها، والحكومة اليمنية أيضا دعت إلى سرعة استكمال مسار تنفيذ الاتفاق، لماذا لم ينفذ اتفاق الرياض بالكامل وأين يكمن الخلل تحديدا؟ في الحقيقة الإمارات ترفض تنفيذ اتفاق الرياض والميليشيات التابعة لها في الساحل الجنوبية، لأن لا تريد تسليم المقرات الأمنية والعسكرية، ولا تريد أيضا الخروج من عدن. هي يعني استثمرت كثيرا في بناء هذه الميليشيات وفي أيضا السيطرة على المواقع الاستراتيجية والإرادية والسيادية في اليمن، واحتلت سقطرى وتسيطر اليوم على عدن وعلى الموانئ،
وميناء بلحاف أهم يعني منشأة إيرادية في البلد، وبالتالي هي لا تريد تطبيع الأوضاع في الساحل الجنوبية وتسليم هذه المقرات الأمنية والإيرادية للشرعية حتى تقوم بدورها أيضا في معالجة الأوضاع الاقتصادية والأمنية والعسكرية في الساحل في المناطق المحررة. لهذا يعني صعدت وتصعد بشكل مستمر في وكالة الشرعية. الحكومة الموجودة في قصر المعاشيق لم تستطع الخروج من قصر المعاشيق بسبب يعني أداء وسلوك الانتقالي، والذي رأيناه اليوم بكل وضوح كيف استطاعت هذه المجاميع أن تدخل بكل سهولة إلى عمق القصر المعاشيق دون أن يكون هناك أي يعني مواجهة لهذه أو إعاقة لهذه المظاهرات. وهذا يكشف بجلاء يعني قدرة هذه الميليشيات على أيضا تفجير الأوضاع في القصر المعاشيق وليس في عدن. وبالتالي نعم. إذا كان قصر المعاشيق غير آمن فكيف للشرعية أن تنفذ برامجها في محافظة عدن الملغمة بهذه الميليشيات الأمنية والعسكرية؟ وبالتالي هذا التحدي الأكبر أمام المملكة العربية السعودية أن تواجه اليوم هذه الإشكالات بشكل جدي. نعم. إذا أرادت فعلا أن تتخلص من التهديد الوجودي الممثل أيضا بالتهديد الحوثي في الشمال، لا يمكن أبدا التغلب على الحوثيين والإمارات تعربد عبر ميليشياتها في الشمال. أنا أتصور بأن هناك تخادم كبير بين الإمارات وإيران فيما يتعلق باستنزاف المملكة العربية السعودية في الساحل اليمنية. هي تريد لا تريد للمملكة العربية السعودية في الحقيقة التغلب على هذه الإشكالات ومواجهة التحديات، هي تريد استنزاف المملكة العربية السعودية والدفع بها في أتون هذا المستنقع. لهذا يعني صعدت في هذا التوقيت الحرج الذي يعني نعم. حاولت المملكة العربية السعودية والشرعية معا من خلال هذه المعارك الميدانية والعسكرية والتي حققت فيها إنجازات كبيرة جدا، وبدأت أيضا تضغط على المجتمع الدولي من خلال هذه المبادرات التي رأيناها حالة أيضا تحريك الملف السياسي في اليمن. أثارت هذه المشكلة الكبيرة الإمارات وهي خطوة هادفة الهدف منها إضعاف الشرعية وإظهارها بأنها غير قادرة أيضا على غير قادرة على تطبيع الأوضاع في الساحل الجنوبية. ومن ثم أنا أتصور بأن رسالة للمملكة العربية السعودية وللمجتمع الدولي الذي يحاول أيضا يعني التواصل مع الشرعية فيما يتعلق أيضا بالأزمة في الشمال. كسبا للوقت وآخر سؤال عسكريا، يحكى عن قلب الموازين العسكرية في تعز وفي أبين، وكنت تحدثت يعني بداية هذه الحلقة عن أن السعودية تتقدم في هذه المناطق، ممكن أن تضعنا أكثر في جو الوضع الميداني العسكري في الساعات القليلة الماضية؟ هو في الحقيقة أهم منجز في سياق العملية العسكرية هو صمود مارب لأكثر من شهر، وفشل الحوثي فشلا تاما في تحقيق أي اختراق فيما يتعلق بجبهة مارب. صمود مارب أثار يعني كثير من المعنويات في الساحل اليمنية وبالتحديد في تعز، والتي فتحت النار على الحركة الحوثية وتسارعت الانتصارات بشكل غير متصور. اليوم الساحل الغربي بكامله قصدي المنطقة الغربية بكاملها تتحرر، والقوات الجيش الوطني اليوم توشك على الوصول إلى المفرق البرح وفتح هذا الخط بالكامل مع الساحل الغربي. واليوم وتحديدا في هذا الصباح أيضا تفتح جبهة جديدة في شرق تعز، وهناك تحول كبير جدا في مسار المعارك في تعز بما أحدث انهيارات كبيرة جدا في صفوف الحركة الحوثية. أيضا في جبهات حجة هناك انتصارات كبيرة جدا تركت آثار يعني وخيمة على الداخل الحوثي، على القبائل الداعمة للحوثي وعلى المقاومات في الحركة الحوثية، انهيارات كبيرة جدا فيما يتعلق بجبهة تعز وجبهة حجة ومارب. بالتالي المجتمع الدولي يتحرك اليوم بقلق كبير على ويريد أيضا إنقاذ الموقف في اليمن نتيجة التحولات الهائل في مسار العمليات العسكرية. ولهذا قلنا الإمارات في هذا التوقيت الحرج مع هذا التحول العسكري جاءت أيضا أن تؤثر هذه التحولات على أيضا صورة وقدرة الحركة الحوثية على السيطرة على الموقف في الداخل اليمني. أثار وصلت أيضا التخفيف عن الحركة الحوثية من خلال يعني إثارة الإشكالات نعم. في قصر المعاشيق في عدن. وصلت الصورة أستاذ عادل المحلل السياسي، كنت معنا من إسطنبول، شكرا لك.